أنا ووالدي حصل بيننا منازعة في دراهم ومقدارها 10,000 جنيه سوداني، وتحدثنا فيها بكلام كثير، وأنا حذرته من هذا الكلام، ولكن ندمت على هذا الكلام وتأسف، أرجو توجيهي ونصحي، ماذا أفعل وهل أسأت إلى والدي؟ جزاكم الله خيرا. يقول حصل بيننا منازعة في دراهم ومقدارها 10,000 جنيه سوداني، تحدثت فيها مع والدي بكلام كثير، وأنا حذرته من هذا الكلام، ولكن ندمت على هذا الكلام وتأسف، وجهوني ماذا أفعل وهل أغضبت والدي؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المطلوب من الولد أن يتأدب مع والده في المخاطبة وأن لا ينازعه، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا، فالذي يجب على الولد أن يتأدب مع والده وأن يحسن إليه بالقول وأن لا ينازعه في أمر المال، بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ما لم يكن ذلك مما يضر بالولد. ذكر العلماء أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فلا ينبغي للوالد أن يبالغ في مضايقة ولده بأخذ ماله إلى حد يتضرر معه الولد أو يحتاج الولد إليه، إن هذا يعتبر من الظلم والإجحاف. أما ما زاد عن ذلك عن حاجة الولد فإن للوالد أن يأخذ منه وللولد أن يتسامح مع والده، لأن هذا من البر ومن الإحسان، وأيضا هذا مما يسبب أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الولد ويعوضه خيرا مما أخذ منه والده، فقد يكون هذا سببا للرزق وسعة الرزق إذا أرضى الولد والده ووسع عليه في المال ولم يحرجه أو يغضبه، فإن ذلك يكون سببا من الله سبحانه وتعالى في مد رزق الولد. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.